يلا حيهم، اسعد الله لحظاتكم بكل خير. جيتكم اليوم يا جماعه الخير بالحلبات 94 يا جماعه الخير، ابو صوت لغلغه جيتكم يا جماعه اليوم بنبدا عليه جدول مع بعض وبنشوف خطواتنا اول باول، فخلوكم معي مقطع بمقطع. ما شاء الله الكريم، جبنا المليح يا جماعه، بنغسله الحين من تحت غسيل كيميكال من تحت، وتنظيف ترتيب من والى، وبعدها ان شاء الله ينتقل مرحله الجلي اللي هو جلي التحتيه. فبيرفعون الحين الموتر بنشتغل عليه تحتيه. هلا هاي مساعدات الجبريل، تشوفونها يا لطيف، تشوفونها جبريل يا مدير. فبنرفع ان شاء الله نشتغل عليه عند المحل، وبعدين بنشوف الترتيب اللي بعده. هذه التحتيه يا جماعه شوفوا وضعها كيف، بنشوفها ان شاء الله بعد الغسيل، وبعد تنتقل مرحلة الجلي باذن الله تعالى. ما شاء الله الكريم، عينك على جبريل. تشوفون الحاله كيف؟ قاعدين يجهزون العلبة الثانية، الحين بيرشون الكيميكال. هذه مادة الكيميكال يا جماعة، تشوفونها مرحلة الصابون يا جماعة بعد مرحلة الكيميكال. شوفوا يا جماعة كيف الطفية، مرحلة الصابون الآن وبعد الغسيل النهائي وبعد على المحل إن شاء الله. شيكوا يا جماعة بعد ما غسلنا التحتية بالكامل، لكن بنروح إن شاء الله نكمل الباقي عند المحل. الصدقاء والحلالات إن شاء الله بنشتغل عليه شغل كامل. خطوات يا جماعة الخير، جلي التحتية بالكامل، هذه وضعها. جبنا الموتر يا جماعة عشان السقف، تشوفون كيف، وهذا القماش جبناه من الرياض، وصل طبعا يا جماعة. بنضبط ان شاء الله السقف عند حبيبنا ابو وليد، شوف النتيجة قبل وبنشوف ان شاء الله بعد، تشوفون النتيجة باذن الله بعد ما نخلص. شغالين على تركيب الازياء تبع الرفارف دي يا جماعة، بنكمل الاربع والازياء الجانبيه هذه مثل ما انتم شايفين كامله راح نغيرها. تشوفون ان شاء الله الموتر بالشكل النهائي طبعا عند حبيبنا خالد. الجهه الثانيه نفس الكلام، راح نغير الازياء هذه كلها. شوفوا شو ملاحظات هذه، وبعدها ان شاء الله ينتقل على مرحله التلميع، وبعدها ان شاء الله خلاص شطبنا. والنيكل والزيك تبع الصدام الامامي مثل ما احنا جايبين يا جماعه، فكناه بنطبق ان شاء الله القديم، هذا كله راح يطلع برا وراح نطبق ان شاء الله القديم. هنا تم تركيب الازياك والنيكل مثل ما انتم شايفين، مثل ما انتم شايفين ركبنا الازياك كامله، باقي العلامات اللي هنا والنيكل ركبناه وكذا الامور ولا غلطه. الزيك القديم بعد ما فكناه الامامي، شوف عينك، وصلنا لمرحلة التلميع عند الحبايب بروتكشن بلس، فعندهم المليح يا جماعة، بنلمع خارجي وداخلي، بنشوف الموتر ان شاء الله بعد ما يشتغلون عليه. ما شاء الله الكريم، بنشوف ان شاء الله بنتيجة اجمل واحلى وافضل من كذا. هذه لسه ما ثبتناها، اشوفوا تبارك الرحمن. يا جماعة انا نسيت اوريكم السقف، هذا السقف يا جماعة بعد ما اشتغلناه بالكامل، وهذه الداخلية، فترتيب خفيف لطيف، بنشوف إن شاء الله بعد ما نخلص. إن شاء الله تبارك الله. جينا نشيك على الخطوة اللي هي خطوة التلميع. تلميع على 94 تبارك الرحمن يا جماعة، شيك لي شيك يا مشيك، يا ذكر ربي. نجي هنا تبارك الرحمن، طبعا هذا البدء يا جماعة خارجيا. ان شاء الله تبارك الله، شيك شيك يا ذيبان، شيك لي هنا برضو عشان ايش. ما شاء الله تبارك الله، ندخل على الداخل على السريع. بسم الله ان شاء الله تبارك الله، وهذا الداخل يا جماعة مفكوك بالكامل، يا لطيف. شوفوا كمية الغبار بعد ما فك الديكورات، يا لطيف. فهذا الداخلي يخلصون منه ان شاء الله خارجيا وداخل. استر عليه يا سكة الباب، يا ذكر ربي، ان شاء الله الكريم. هذا ال 94 ترى هذا ظل يا جماعه، لا احد يحسب انه في حكه هنا،
هذا ظل تشوفونه ظل المراية ان شاء الله تبارك الله. من مراحلنا ال 94 تبارك الرحمن اللي هو التلميع الخارجي والداخلي اخذنا لفة عليه. يا ذكر ربي يا جماعة ما شاء الله الكريم. ايوه كذا يا وديع بسم الله تبارك الله ما شاء الله الكريم ولا غلطة ما شاء الله الكريم. السوبر يا جماعة الخير ال 94 يا اخي العودي والفضي ما شاء الله الكريم بعد التلميع وهذا البدي يا جماعة الخير غمازة وسط الخدود مضر ما شاء الله تبارك الله يا ذكر ربي لا اله الا الله حق. اي أيوة والله ما بصدمكم شيء لكن نقول بسم الله مع بعض بسم الله. تشكيلي ابكيلك ذكر ربي ما شاء الله دعاسة البلد طبعا موجودة ما شاء الله تبارك الله يا ذكر ربي يا جماعة ما شاء الله تبارك الله. نجي قدام لا إله إلا الله حق ما شاء الله الكريم. أعطونا مسرة أعطونا مسرة يا جماعة ما بتفهم مع أحد. أح سكت الباب ذكر ربي طبق ما شاء الله مسرة. محل الـ 94 يا جماعة جبناه عند المحل علامة قطب فبنطقطق استكرات أشياء خفيفة أكياس برعاية الشيخ زبطنا محمد يبشر الله يرحم والديك. فترتيبات خفيفة إن شاء الله بنشوفها مع بعض. خلصنا يا جماعة الخير من الجمس الـ 94 الملكي ذو الشكل الفلكي خلصنا الموتر يا جماعة الخير. تفرجوا على الموتر خارجيا وداخليا وعطوني رأيكم في الكومنت ولا تنسون السبسكرايب والتعليق الحلو يدعمني. لا ننسى نهاية المقطع يا جماعة الخير نذكر لكم تفاصيل الموتر صور الموتر التفاصيل كلها مذكورة في تطبيق مستعمل رابط التطبيق موجود في البايو يا جماعة الخير. برضو يا جماعة تطبيق مستعمل من إحدى التطبيقات اللي تفزع لك وتحصل اللي تبغى تبيع بتشري بتعرض شيء سيارة أثاث كل شيء بتحصله في تطبيق مستعمل. اشتركوا في التطبيق يا جماعة الخير وارفعوا رابط الإفليت وادخلوا وتعرفوا على التطبيق أكثر وأكثر.